العثور على جثة جندي في الدفاع الجوي في بحيرة في كارولينا الشمالية لغز قضية اختفاء رجل تنحل بعد انقضاء 43 عاما. الجندي من الدفاع الجوي أموس شوك البالغ 44 عاما حينها اختفى أثره في عام 1972، وتقول الشرطة أنهم عثروا على سيارته والمحفظة وبالإضافة إلى جثته غارقة في سيارته في بحيرة رودهيس في كارولينا الشمالية. كانت قد رفعت أخت شوك طلبا لإدارة مكتب مقاطعة كلاودويل تطلب منهم أن يعيدوا البحث والنظر في القضية، حيث اختفى الرجل في عام 1972 يوم 18 من شباط، ومن دون أي دليل قام فريق غطس تابع لإدارة الشريف بالغطس في البحيرة والعثور على سيارة بوناتيك كاتالينا موديل 1962 في القاع. عندما سحبوا السيارة اكتشفوا أنها سيارة الرجل المفقود، كما وعثروا على جثة يعتقد أنها جثة شوك بالإضافة إلى محفظة داخل السيارة. ولا تعتقد الشرطة أن سبب الوفاة انتحارا ولا جريمة. لقد تم إغلاق ملف القضية على الرغم من الأسئلة التي لم يجب عنها.